أعلن تحالف سائرون تعليق عضوية نوابه في البرلمان لحين إصدار الحكومة برنامجا ملبيا لمطالب الشعب ورؤى المرجعية. استجابة وطاعة وتلبية لأمر وتوجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله، تعلن كتلة تحالف سائرون النيابية عن تعليق عضويتها في مجلس النواب لحين إصدار الحكومة برنامج حكومي ملبيا لمطالب الشعب ورؤى المرجعية. عندها سنكون أول الحاضرين تحت قبة مجلس النواب لنكون عونا وسندا لأبناء شعبنا العراقي.